لازم تتصالح مع فكرة إننا كلنا جوانا عيوب، إن الإنسان دايماً خطاء والخير في اللي بيغلط ويتوب. ما تاخدش الحكم بعين نفسك وتبص لكل الناس بكمال، كلنا بنجاهد نبقى تمام والغيب ربنا عارفه ومكتوب. مش عيب إنك تسعى تغير وتشوف المايل وتفرق، العيب إنك تغضب وتصور وبدل ما تصلحها تغرق. في فرق كبير في البني أدمين، مش كل الناس نفس ظروفك، جمعهم حواليك بالحسنى وبلاش تأذيهم وتفرق. لو كنت تربيت على حاجة غيرك ما ترباش يعملها، واجبك تنصحه يعمل بيها وتروح بالحسنى وتنقلها. تتأقلم إننا مش كاملين وطبيعي تشوف بعض الغلطات، ممكن بهدوء ننصح ونقول والكفة اللي تميل نعدلها. لو ما تعلمتش تبقى حكيم ورحيم بالغير وبزلاته، هتكون إنسان ظالم وشديد والناس كرهه وكرهه حياته. يشوفوه يتصنعوا قدامه لما يسيبهم ينسوا كلامه، ولا يحترموه ولا ليهم روح يسمعوا لكلامه وحكاياته. الخير اللي في قلبك ينشف وتشوف الناس ولا تستاهل، فتبطل توهب وتصلح علشان الكون همجي وجاهل. الأصل في كل الناس النقص، ومفيش كامل غير وجه الله. وحد ربنا جواك دايما، ونضايقك شيء خده بالساهل. عامل في الناس قد عقولها، وارحمهم لو ما كانوش فاهمين. لو كان ربنا مديك نعمة ما تقلش بيها من التانيين. آدم عصى ربه ونزل الأرض يكمل مشوار الدنيا، وده نبي من عند الله ومعصوم، فما بالك بقى بالبني أدمين. اهدى وارحم جهل إخواتك، كلنا عندنا غلطات فينا. المثالية مش في الإنسان، ربنا بالستر مغطينا. هتلاقي الصالح والطالح والخير والشر، ودي الدنيا. الأنفع توعظ بالحسنى، ذلك أجمل خلقا وأصلح دينا.